ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ مش فاهمة اللي انتي بتاخديه ده. دكتور كاتبهولك؟ ردي عليا لما اكون بكلمك. ماما ماما من فضلك، انا عندي صداع هيموتني بجد، مش قادرة. انتي يا بنت عايزة تموتيني يا ماما. هو انا عملت حاجة؟ ما هي المصيبة انتي مش عارفة بتعملي ايه في نفسك. ماما انا كويسة من فضلك، سيبيني بقى. ايه اللي جابك هنا؟ ممكن حضرتك تسيبنا لوحدنا شوية؟ ممكن افهم انت عايز هتسيبنا لوحدنا ليه؟ وبعدين انت مش المفروض تبقى هنا اصلا. احنا اتنين ستات وقاعدين لوحدنا وما يصحش تكون موجود. وبعدين هو انت مش عرفت ان انا مخطوبه؟ خلاص يا اخي الموضوع خلص. على فكره انا مش جاي اقولك ان انا لسه بحبك، انا جاي اقولك اعتبر اللي بينا كان صداقه، كان معروف، كان شيء كويس بين اي اتنين يعرفوا بعض. عشان اللي كان بينا انا مش هسيبك تعملي في نفسك اللي انت بتعمليه ده يا منيره. ايه مش عاجبك شكلي؟ عايز نلبس ميني ولا ميكرو جيب عشان اعجبك؟ ولا انت عايزني اقولك تعالى نتجوز ونعور بعض عشان دم كل واحد فينا يجري في جسم التاني ونبقى اتجوزنا؟ لا ده ولا ده. اوعى تكوني فاكره ان انا زعلت اني غيرت من نفسك، بالعكس ومبسوط ان انت بقيتي ملتزمه، وانا اكره ان انت تبقي قريبه من ربنا. انا مش فاهمه انت عايز مني ايه. عايزك ما تعذبيش نفسك، عايزك تبقي حباها، عايزك تفهمي ان كل الناس اللي حواليكي دول مالهمش اي لازمه ومالهمش دعوه ان هم يدخلوا في حياتك اصلا. لو لبست طويل مش هتعجبي الناس، لو لبست قصير مش هتخلصي من كلامهم. المهم انت من جواكي عايزه ايه؟ اعملي اللي انت عايزاه يا منيره، بس وانت فايقه وانت عارفه انت بتعمليه ليه. واسالي نفسك انت مؤمنه باللي انت بتعمليه ولا لا. انا منيره.